السلام عليكم، معكم محمد عثمان. ان شاء الله حكون معكم في كورس اوراكل اس كيو ال بي ال اس كيو ال ديفلوبر. يعني واضح من المسمى انه نحن في المجال حق الداتابيس. يعني كلمه داتابيس اصلا جاي من كلمه داتا، ونحن لما نقوم ناخذ داتا هي عباره عن مجموعه من الفاكت او الحقائق، بعد ذلك بنتعامل معها. يعني اللحظه اللي نظمنا الحقائق دي واستفدنا منها وطلعنا منها نتائج كده بقي عندنا داتابيس. فلما نقول داتابيس معناه العمليه حقت الاستفاده من البيانات المخزنه والمخزنه او المرتبه بشكل معين، لانه هنا بعد بيتم الوصول لها بكل سهوله، يعني ممكن ندير ونتعامل معها بكل بساطه. طيب عشان انا اقوم اتعامل مع البيانات دي بحتاج لسوفت وير، لبرمجيات ما يسمى بالداتابيس مانجمنت سيستم. يعني لما نقول داتابيس مانجمنت سيستم بعده عباره عن سوفت وير بتسمح لي انه انا كيف اقوم اتعامل مع قاعده البيانات، لانه قاعده البيانات حتكون مخزنه في شكل فايل في السيستم، فانا عشان اتعامل معها بحتاج لي لوسيط ويسمى بشنو بالدي بي ام اس. طيب في الكورس حقنا ده حنتعامل مع حاجه يسمى شنو اوراكل داتابيس مانجمنت سيستم. يعني السوفت وير حقنا اللي حنتعامل معه خاص بشركه اوراكل، وده النوع شنو عباره عن ريليشنال داتابيس مانجمنت سيستم، يعني نوع من انواع قواعد البيانات العلائقيه. اوراكل داتابيس مانجمنت سيستم يعني زي ما قلنا هي نوع عباره عن ريليشنال داتابيس مانجمنت سيستم. يعني لما نقول ريليشنال معناته الاعتماد الاساسي على الريليشنز الموجوده بين الانتيتي او بين الاوبجكت. اوراكل داتابيس مانجمنت سيستم يعني بيتيح لي انا انه انا اتعامل مع الداتابيس بصوره كامله، يعني من سواء كان اكسس او انا اعمل كنترولنج على البيانات او اتعامل معاها بشتى السبل. طيب فنحن في الكورس حقنا ده هيكون مجزئ جزئتين. الجزئيه الاولى الاسينشال، يعني الاساسيات الخاصه بالداتابيس، يعني انا كيف اتعامل مع الداتابيس، اتعرف على الداتابيس عموما هي شنو، اتعرف على انواع الداتابيس، بعد ذاك بنجي لانا كيف اتعامل مع البيانات دي، يعني استعلم عنها كيف اتعامل مثلا عن طريق السلكت. يعني هنا انا بعد ذاك لحد الجزئيه دي كده بكون اخذت الاساسيات فقط. بعد ذاك بيجي مثلا في المرحله ان انا كيف اعرف البيانات، يعني عندنا حاجه اسمها شنو الداتا ديفينيشن لانجوج، يعني نعمل كرييت للتيبلز، نعمل كرييت لفيوز او كرييت لاندكسز. فبعد هنا شنو التعامل بيكون شامل مع البيانات، وفي نفس الوقت بشوف مثلا انا مرات يعني ممكن بطريقه غير مقصوده ممكن احذف بيانات من تيبل او اقوم احذف لي تيبل، فبرضه حنشوف مثلا كيف بنقوم بنسترجع التيبل. وفي نفس الوقت برضو في الكيوريز انا مرات يعني بنفس كيوري بترجع لي قيم محدوده، لكن مثلا انا بكون داير كيوري ترجع لي بيانات من جداول مختلفه، فهنا مثلا عندنا مفهوم ما يسمى بالسب كيوري بنتعامل معه. او برضو في نفس الوقت انا بقدر برضو اتعامل الناس ترجع بيانات من جداول مختلفه، يعني غير السب كيوري برضو عندي ما يسمى بالجوين، برضو بقدر بسترجع بيانات من مختلف الجداول. يعني في مجموعه من المفاهيم انا بقوم باخذها في الجانب حق الاسكيل. طيب يعني زي ما قلنا والله انه اوراكل اسكيل او اوراكل داتابيس هي الحاجه المسؤوله من الداتابيس، او انه هي بتدير لي الداتابيس حقتي. طيب عشان انا اقوم اتعامل مع الداتابيس، يعني اول حاجه هنتعامل مع كيف، يعني ما طوالي بخش في العمليات الاساسيه في الداتابيس، لا لا، انا بشوف اول حاجه كيف اقوم استرجع البيانات، اعمل لها ريتريفنج للبيانات دي. يعني حنشوف جزئيتين، الجزئيه ان انا استرجع البيانات على مستوى الكولومز ما يسمى بالبروجكشن، او اقوم استرجع البيانات على مستوى الروز ما يسمى بالسلكشن. انا حنشوف العمليتين ديل كيف مثلا انا اقوم استرجع البيانات سواء كان على مستوى الكولومز او استرجع البيانات على مستوى الروز. فبعد ما عرفنا الجزئيه دي بعد ذاك بنمشي للجزئيه الثانيه برضه من الاستعلام. يعني انا مرات ممكن اقوم ابني لي استعلام ما يديني النتيجه، ليه؟ لانه مثلا بكون مشروط بحاجه معينه، او مثلا ذات الشرط جايب لي كيوري ثاني، فبنتعرف على حاجه يسمى بشنو بالسب كيوري. يعني لما نقول سب كيوري دي عباره عن استعلام داخل استعلام، يعني دي مجموعه من الاستعلامات بقوم بنفذها. والسب كيوري يعني ممكن يكون برضه بين تيبلز مختلفه برضه، او ممكن يكون نفس التيبل لكن عندي قيم مختلفه اقدر اتحصل عليها. برضه من المفاهيم الموجوده مع الكيوري ذاتها بنتعامل ما يسمى بشنو بالجوين. يعني الجوين بعد عنده انواع، يعني حنتعرف على انواع الجوين كلها وانا متى بستفيد من الجوين وكيف اقوم اطبق الجوين. فبرضه عندنا السيت اوبريترز برضه حنتعامل معاها. بعد ما انتهينا من الجزئيه حقت السلكت بعد ده بنمشي للجزئيه الثانيه انه انا كيف نعمل ديكلاريشن او كيف نعمل تعريف بالنسبه للتيبل. فعندنا حاجه اسمها شنو بالدي دي ال الدار ديفينيشن لانجويج،
فيها مجموعة من المفاهيم، يعني فيها الكرييت وفيها الالتر وفيها الدروب وفيها ترانكيت، حنتعرف عليهم بصورة شاملة. برضو حنجي بنشأ التيبلز، يعني كيف نعمل كرييت لتيبلز وكيف تتعامل مع انواع البيانات المختلفة، وفي نفس الوقت انه انا عندي تيبل داير اخلق ريليشن بين التيبلز عندنا ما يسمى بالكونسترينت، حنتعامل مع الكونسترينت. وفي الكونسترينت ذات حجينا حاجة مهمة، لانه انا مرات يعني بيكون عندي تيبلين، يعني انا ما بعرف انه الريليشن دي اقوم ابنيها في اي تيبل، يعني مثلا ال1 تو ماني او الماني تو ماني او ال1 تو 1، فهنا دي يعني مرات بتاثر في نوع البيانات ذاته. فهنا برضو حنشوف مثلا كيف نقدر نحدد انه انا 200 اقول له انه العلاقه دي 1 تو ماني او ماني تو ماني. بعد ما تعرفنا على التيبل، بعد ذلك بنعدل على مستوى الكولمز الموجوده في التيبل، ممكن نغير النوع البياني بالنسبه للكولم، او ممكن نغير الكونسترينت ونتعامل مع كونسترينت مختلفه، يعني دي كلها حنشوفها بعد ما انتهينا من الجزئيه دي. بعد ذلك حتى التيبل ذاته، يعني انا مرات ممكن اضطر اني انا اقوم احذف التيبل، يعني برضو حنشوف مثلا التيبل انا لما احذفه هل هو بيتحذف نهائيا ولا ممكن استرجع التيبل بعد الحذف. دي كل عباره عن مفاهيم حنشوفها. بعد ذلك برضو حتجينا العمليات اللي بتتم على مستوى التيبلز، يعني بعد ذلك حننتقل للداتا مانيبيليشن لانجويج الدي ام ال، يعني كيف نعمل ادخال لبيانات، كيف نحدث بيانات، كيف نحذف بيانات من التيبل، يعني كيف انا بعد هنا اعمل ابديت واعمل ديليت واعمل انسيرت في التيبل. بنتعامل مع كل الاوامر الخاصه بشنو بالديمل. بعد ذلك بيجينا الجزئيه الثانيه، كيف تتعامل مع اليوزرز، يعني انا بنشئ يوزرز. بعد ذلك اليوزر ده المعروف انه لما انت قمت تنشئهم ما عندهم صلاحيات، بعد ذلك هنا بمنح اليوزر صلاحيات، يعني على حسب الجزئيه المطلوبه. بعد ما اديتهم صلاحيات، مرات انا ممكن اكون عندي مجموعه من اليوزر، يعني مثلا اليوزر ده كان في الريسبشن حولوه لقسم ثاني، بدل انا كل مره اقوم اليوزر ده اغير في صلاحياته، انا ممكن انشئ جروب ما يسمى بالرول، اقوم اضيف اليوزر ده في الرول. بعد هنا اليوزر بياخد الصلاحيه حقت الرول، ممكن احذف اليوزر من الرول اضيفه في رول ثانيه، او ممكن يكون في اكثر من رولز. فدي كلها برضو حنشوف، يعني حنشوف العمليه حقت التعامل مع اليوزرز بصوره شامله. وبرضو الجزئيه ذاتها يعني حقت السلك، يعني انا مرات ممكن لما اجي اعمل ديليت ليوزر، يعني برضو حنشوف هل الديليتنج ده انا ممكن بياثر على البيانات ولا لا، برضو دي حنشوفها. برضه لو رجعنا ورا في السيلكت ذاته، انا مرات ممكن يعني اعمل ديليت لداتا من التيبل، يعني برضه حنشوف هل انا بامكاني استرجع البيانات اللي حذفتها دي من التيبل ولا لا، دي كلها حنشوفها. بعد ذلك حنمشي للجزئيه المهمه ما يسمى بالجانب البروجرامينج او الجانب البرمجي بالنسبه للSQL، ما يسمى بالبي ال SQL. يعني انا لما بتعامل مع الSQL عموما بتعامل شكل ستيتمنت عبارات، يعني انا مثلا كل مره داير اجي انفذ بقوم بكتب الستيتمنت دي من الاول، فانا داير لي حاجه مثلا تسهل لي، ما انه كل مره اقوم اعيد كتابه الكود، داير لي حاجه تخليني اتحكم في الكود واتحكم في شكل الكود واقدر اخصص الكود زي ما انا عاوز. ده ما يسمى بالبي ال سكوير، لانه مرات انك انت بتلاحظ انه في انظمه حقت موجوده سواء كان تسجيل او غيره، انك انت عندك فورم واجهه، الواجهه دي انا عن طريق الاسكوير ما بقدر اتعامل معها، لكن بقدر بدير عن طريق شنو البي ال اسكويل، يعني انا عن طريق البي ال اسكويل بعد ده بيسمح لي انه انا استقبل بيانات من انترفيس. بعد الانترفيس دي ما مهم هي شنو، سواء كانت موبايل، سواء كانت ديسكتوب انترفيس، سواء كانت ويب انترفيس، او كانت كوماند لاين انترفيس، في الاخر هنا البي ال بيسمح لي انا استقبل بيانات، وفي نفس الوقت انا ممكن اعالج كميات ضخمه من البيانات، يعني عكس الاسكويل، يعني هنا بديني تحكم افضل. فهنا انا في البي ال اسكويل بتعرف على مفاهيم ما يسمى بالانونيموس بلوك، بعدها حنشوف البروسيجر انا كيف اتعامل مع البروسيجرز، وبرضو انا كيف اقدر استرجع بيانات ما يسمى عن طريق الكيرثر، برضو حنتعرف على الكيرثر. بعد ذلك برضو حنشوف الفانكشن وحنعرف الفرق بين الفانكشن والبروسيجر. بعد ذلك حنجي للتريجرز، يعني انا مرات ممكن عندي دوام، يعني مثلا والله انا داير فقط الموظفين ديل يتعاملوا مع البيانات فقط من الساعة 8 للساعة 10، بعد كده ما في ادخال. هنا بيجيني دور التريجرز، انا اقوم استفيد من التريجرز، او مثلا مرات التريجر دي تديني اليرت قبل او بعد العمليات، فدي كلها عبارة عن اشياء بقوم بها. برضو في الجانب البروجرامينج، يعني زي ما شايفين في لغة البرمجة عندنا الاكسبشن هاندلنج، التحكم في الاستثناءات، انا برضو هنا في الداتابيس عندي كيف انا اعمل شنو هاندلنج ليه
البيانات اللي بتعامل معاها. فعموما الكورس ان شاء الله هيغطي يعني مختلف المفاهيم. يعني انا كذول جونيور بادي يا دا في الداتابيز برضه هستفيد من الكورس ان شاء الله، وبرضه عندي خلفيه عن الداتابيز برضه هستفيد. انا كذول بشتغل ديفلوبينج برضه الجزئيه حقت البيل برضه هتساعدني انا كيف اتعامل مع البروسيجرز ان شاء الله. واتمنى نهايه الكورس تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تلقوا الحاجه اللي عاوزينها ان شاء الله. والسلام عليكم.